عشية دخول السنة الجديدة ينتظر أن يشهد التموين بمادة الخبز تذبذبا بعد ارتقاب تسجيل ارتفاع جديد في أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، وفق ما أكده يوسف قلفاض رئيس الاتحاد الوطني لخبازين الجزائريين في تصريح لشروق نيوز. المشاكل هي نفسها ولكن زادت تعقدت مثلا. زادت تعقدت لخطر لها ارتفاع متكرر تقريبا شهريا متكرر تاع التكاليف من هالمواد الأولية. يعني البارح بالامس برك جاتني معلومه من عند مستورد ماده الخميره ومحصول الخبز باللي في جنوبيرة كاين ارتفاع جديد سعر جديد يعني هذه، ويعني زادت عقلت الامور سعر الخبز نفسه. هامش الربح اللي كان يعني نسبه قليله كان يربح الخباز هذاك ضيعها في ارتفاع هذا. استمرار تراجع مردوديه الخبازين جعلهم مهددين بغلق محلاتهم. اليوم صبحوا دليل على ذلك، يعني من جانفي 2016 بدخول جانفي 2017 ازيد من 3000 مخبزه اللي غلقت ابوابها ازيد نعم طول سنه 2017 هذا، منهم من غير النشاط التجاري نتاعهم توجهوا الى النشاط اخر، او منهم مازالوا مغلوقين راهم ينتظروا هذا. رانا في ديسمبر 2017، يعني السنه القادمه ان شاء الله 2018 لا بقى الحال على حاله، نضمن لك باللي 2019 ما تكونش مخبزه في الجزائر. تعاقب عدة وزراء على رأس وزارة التجارة منذ 3 سنوات جعل الوصول إلى حل لملف تسعيرة مادة الخبز يشهد طريقا مسدودا، فيما اضطر آلاف الخبازين إلى العزوف عن مواصلة نشاطهم فيما يتبقى أقل من 2 أسبوع عن انتهاء مهلة اتحاد الخبازين لوزارة التجارة لرفع الدعم لصالح الخبازين أو اتخاذهم إجراءات أخرى.